السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة تن، وحلقة جديدة من برنامجنا فيكم الخير. اتكلمنا في حلقات فاتت كتير عن الجواز والطلاق والعلاقة بين الراجل ومراته، لكن ما اتكلمناش عن أهم شخصية من وجهة نظري، شخصية مظلومة في النص، قد تكون مظلومة وقد تكون لا، هنشوف الموضوع ده في الحلقة. يعني شخصية ظلمت في الميديا وفي الفن، وسواء في البرامج اللي ما اتكلمتش عنها أو في المسلسلات والأفلام اللي رسمتهم بأنهم سبب المشاكل طول الوقت، شخصية الحما. كلنا عارفين فيلم الحماوات الفاتنات، وفيلم حماتي قنبلة ذرية، وفي كان أفلام كتيرة، يعني كانت بداية لتجسيد فكرة الحما اللي خايفة على بنتها أو ابنها، فبتتدخل في حياتهم بطريقة تبوظها أو زيادة عن اللزوم زي ما بيقولوا، ومن هنا بتبدأ المشاكل. الفكرة دي فضلت ماشية معانا في حياتنا حتى في الأمثال، يعني أمثال كتيرة جدا هنقول لكم منها حاجات على سبيل المثال بتتكلم عن الحماوات. واحد مثلا يقول لك الحما حمى وأم جوزك عقربة سامة، أو العياذ بالله، والتاني يقول لك على ابنها حنونة وعلى مراته مجنونة، ومثل تالت يقول لك حماتي عفريت حياتي. وطبعا مش محتاجين شرح، لكن محتاجين نقول إن الإسلام دعا لحسن المعاملة مع كل الناس، دعا لاحترام الكبير اللي ما تعرفوش أو تعرفه، فما بالك بقى باللي بيحترم حماه أو حماته. سيدنا النبي قال ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا. وقفوا كده قدام كلمة ليس منا، يعني مش من جماعة المؤمنين، افترضوا حاجات كتيرة قبل ما تعملوا مشاكل مع حماكم أو حماتكم. افترضوا إن السن بيأثر عليهم وعلى حكمهم وعلى كلامهم، افترضوا فيهم العصبية، افترضوا إنهم شيء إن هي أو هو شايف إن الزوجة أو الزوج جاية تاخد ابنها أو بنتها بعيد عنها، افترضوا إنهم محتاجين الزيارة بتاعتكم، افترضوا ان الجدل ده محتاجينه هو والكلام عشان يحسوا ان لسه عندهم حياة وان هم لسه موجودين، وافترضوا اخيرا ان هم انك ممكن تكون مكانهم لما عليك تكبر، وده اكيد هيحصل ان شاء الله في يوم من الايام. يعني سيدنا النبي كمان قال ليس الواصل كالمكافئ، يعني اللي بيزور الناس اللي بتزوره بس عمره ما هيبقى زي اللي بيسأل على كل الناس وبيزور كل الناس سواء اللي بيزوروه او لا. الراحمون يرحمهم المولى عز وجل، فارحموا أهلكم وأهل أزواجكم، وارحموا تحديدا حماكم وحماتكم علشان ربنا سبحانه وتعالى يرحمكم. تعالوا نشوف مفهوم الحما في الإسلام مع فضيلة الشيخ إسلام رضوان، ونبدأ معاه أول سؤال. برحب بحضرتك يا شيخ إسلام. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك كل حلقة المرة دي كده لحد بقى رمضان ما يخلص، أفضل كل سنة وأنت طيب. كل سنة وحضرتك طيب وكل السادة المشاهدين طيبين وبخير. إيه رأي، يعني عايزين نعرف رأي الإسلام في قول حماتي عفريت حياتي، ليه دايما خلاص بقت الحما بالمسألة طول الوقت بالعفريت وبخراب البيوت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، سبحانه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد، سبحانه كان قبل كل شيء ويبقى بعد كل شيء وفوق كل شيء، لا كشيء في شيء ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الإسلام دايما بيعلمنا إزاي نتعامل في العلاقات الأسرية والعلاقات الإنسانية بشكل عام، ودايما بنقول إن الإسلام دين المعاملة، الدين المعاملة، وحسن المعاملة مع الناس من الإسلام، حسن الخلق في التعامل مع عموم الناس من الإسلام. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن العبد يصل بحسن خلقه إلى منزلة الصائم القائم، تخيل مجرد حسن الخلق ويقول لنا مع أي حد حسن الخلق عموما في التعامل مع الناس. ويقول لنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الشريفة النبوية ما يشير كثيرا في أحاديثه إلى فضل المعاملة وإلى فضل حسن الخلق وإلى فضل التودد إلى الناس، ويقول لنا كده إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، أنا مش هقدر أكفي الناس كلها، كل اللي هيحتاج فلوس هديله فلوس، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بحسن أخلاقكم وبسط وجهكم. فيقول لنا كده حسن الخلق ده مش هيكلفني حاجة، وبسط الوجه والابتسامة مش هيكلفني حاجة، والكلمة الطيبة صدقة، ولما أقول كلمة طيبة أألف بيها بيني وبين الناس وأتودد بها إلى الناس بكلمة طيبة، كلمة دي صدقة في موازين الحسنات. أنا بقول التقدمة دي يا أستاذة رباب علشان أقول إن التعامل عموما مع عموم الناس يحتاج إلى كلمة طيبة، إلى ابتسامة. وسيدنا النبي يقول للسيدة عائشة يا عائشة أرفقي، المعاملة بالرفق واللين، أرفقي.
فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، صحيح، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. ويقول كده يعني إن الله يا شيخ يعني يخليه شيء مش كويس. أوكي. يزينه الكلمة الطيبة زانه ولا وشانه يعني يجعله شيء غير طيب، شيء مشين، شيء مشين. الله يفتح عليك. ويقول سيدنا النبي إن الله عز وجل رفيق، يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. نيجي بقى لعلاقة الحما سواء كان راجل أو ست مع زوج البنت أو زوجة الابن. عندنا مشكلة كبيرة جدا وموروث ثقافي من خلال الميديا ومن خلال الإعلام ومن خلال بعض البرامج اللي بتتكلم عن العلاقات الأسرية، يسوأ قوي في شكل الحما ومعاملتها مع زوجة مع ابنها أو زوج الحما الراجل اللي بيتعامل مع زوج بنته. صحيح، مشاكل كلها دايما جايه من الستات. بالظبط كده. معانا تليفون برضه من الستات. ام معاذ، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكي يا شيخ اسلام، معاكي، اتفضلي. حضرتك ان انا عايزه اسال المشاكل على طول، اسال ان انا على طول بيني وبين اهل جوزي مشاكل. تمام، ايه نوع المشاكل؟ يعني خناق عادي ولا المشكله بانواعها ايه بالظبط؟ خناق عادي، وكان بيوصل ان هم عايزين يمشونا من البيت والوقت بكت. يعني اهل جوزك دول اللي هم مين؟ امه وابوه مثلا ولا اخواته ولا مين يا ماما؟ ايوه، امه وابوه واخوات. يعني اما هو يعني هم عايزين، هستأذن حضرتك، هم عايزين يمشوكم من البيت. بيبقى صعب جدا ان الاب او الام يحاول يمشي ابنه من البيت، لكن ايه الاسباب اللي وصلتهم ان هم يفكروا او ياخدوا قرار ان انتوا تسيبوا بيت العيله وتخرجوا منه؟ ما احنا كان مشترين قطعه يعني بيت وحدينا. انتوا عندكم بيت لوحديكم؟ فهم اول يعني اول ما عملنا فيه، ابتدينا نعمل فيه حضرتك، فابتدوا يدوروا على الخراج معانا واتخانقوا معانا، لدرجه ان احنا نجلنا ان احنا ما كناش عاملين فيه حاجه، لدرجه ان احنا حطينا فيه بوس ونجلنا انا واولادي. ولادي كانوا صغيرين، النطره كانت متلطر علينا، ما حاولوش حتى ان هم حضرتك ان هم يجوا تعالوا مثلا بالنطره اما تنطر عليك وتعالوا. لا ماشي، ما هو السؤال حضرتك يعني انا يعني زي ما بيقولوا عندنا في الامثال في الفلاحين كده، ان اعز من الولد ولد الولد. فانا اما امشي ابني بزوجته باولاده ويروحوا يقعدوا في بيت بخوص او ببوص ويسيبوا المكان اللي هم عايشين فيه يسيبوه، يبقى في مشكله. انا بسال دلوقتي ايه هي المشكله، وهل هم عندهم حق ولا ما عندهمش حق؟ لا يا حضرتك، ما كانش يبقى عندهم حق. ما عندهمش حق؟ لا حضرتك، من غير ما نقول المشكله. حاضر، هنرد على حضرتك. طب هو سؤالك ايه يا ماما؟ عايز اسالها حاجه معينه؟ يعني انا اكثر ان انا مش عايزه المشاكل، مش عايزه ان انا ابعد عنهم، بس هم مش متقبلين. هم عملوا كده لما انتوا جبتوا البيت، صح كده؟ لما انا ايوه صح كده. يعني هم برؤيتهم هم ان احنا عندنا مكان ثاني. تمام، وصلت يا ام معاذ. الشيخ اسلام يرد عليك. هو غالبا المشكله كلها تكمن ان لما الاهالي عرفوا ان هم اشتروا بيت، غالبا شكلهم اشتروا من وراهم او حاجه، الزعل بدا بقى، اللي هو امشوا بقى طالما انتوا جبتوا. الله اعلم، احنا مش هنتوقع حاجات ما سمعناهاش، لكن انا سالتها يعني ايه السبب؟ ما قالتش السبب. من بدايه لا، هل هم عندهم حق ولا ما؟ قلت لك من بدايه ما اشترينا بيت، اول ما عرفوا ان احنا جبنا بيت بدات المشاكل. بصي يا استاذه رضا، عندنا مقوله معروفه كده في الاسئله او في معظم الاسئله، اذا جاءك سائل وقد فوقئت عينه فقد ترى الاخر وقد فوقئت عيناه. انا كاب وعندي ابني متزوج وعنده زوجته وعنده اولاده، مش هوصل للمرحلة دي ان انا اجبره ان هو يخرج ويقعد في بيت في الطل ببوص او بخوص او ايا كان المسمى. هيبقى زعلهم شديد يا شيخ اسلام. الله اعلم ايه السبب، ما نقدرش نقول ان هم تجنوا عليهم ولا لا، غير لما نسمع من الطرف الثاني. يمكن الطرف الثاني عنده اسباب، نفسي اقرب منهم. يمكن الطرف الثاني عنده اسباب. يمكن انا كابن داريت على ابويا وامي واخواتي اللي عايشين معايا في نفس المكان ان انا جبت مكان وبنيت وجهزت، فلما شافوا ده زعلوا. يمكن أنا يمكن أنا وأنا قاعد في البيت دوت ومحتفظ بشقتي وبمكاني وعندي بيت تاني أستطيع أن أنا أجهز فيه مكان للقعدة، مش عايز أنقل، وعندي مثلا أخ أصغر مني عايز يتزوج ما عندوش مكان، فأهله اضطروا أن هم يعني فلازم حق دايما في طرفين. في بعض الأمور لازم تسمعي من الطرفين عشان ما نتجناش على طرف إحنا ما سمعناش منه. طيب هناخد تليفون تاني. معنا تليفون. أستاذة نور، يا نور إزيك؟ أهلا. عاملة إيه؟
الحمد لله كويس. الحمد لله. اتفضلي سؤالك ايه؟ سؤالي ايه شرع ربنا يا شيخ ان حما تكون معيشه مرات ابنها لوحدها، بس بتاكل وبتشرب لوحدها في شقتها، ومخليه جوزها واولادها ياكلوا ويشربوا معاها؟ دي حماتك يا نور؟ موقف زوج حضرتك ايه يا استاذه نور؟ لما هو بينزل هو واولاده ياكلوا مع امه واخواته تحت، وسايبك لوحدك بتاكلي، وايه السبب ان هم عازلينك لوحدك وزوجك موافق على ده؟ ايه السبب اللي خلي زوجك واولادك ينزلوا عند امه ياكلوا ويشربوا ويعيشوا حياتهم وسايبينك انت لوحدك؟ ايه اللي حصل؟ قال لي اول ما قلت له كده قال لي انا هعمل ايه، دي والدتي مهما كان وانا ابنها الوحيد. هو ولد وحيد. ولد وحيد. لكن منعينك من النزول ليه؟ بقالك قد ايه على الحال ده يا نور؟ انا كده بقالي سنتين ونص. طب انت بس انا متجوزه بقالي 6 سنين، بقالي 7 سنين. وكنت عايشه معاهم وكده، وكنت كنا كويسين مع بعض. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل بقى؟ ايوه فجأة. بقى ايه اللي حصل؟ أيوة. من سنتين ونص ايه اللي حصل في السنتين ونص؟ هي بقت تعمل مشاكل ومش عاجبها شغلي، بقيت اعمل معاها الاكل وبعمل معاها كل حاجه ومش عاجبها شغلي. تقول له لا ده هي، وانا كنت بشتغل معاه، احنا فاتحين محل وبشتغل معاه. تمام. باجي من المحل الساعة 11 اجي الاقيها سايبة كل حاجة زي ما هي. اقول لها طب ساعديني. تقول لي لا انا قاعدة بالعيال. طب العيال وديتهم حضانة عشان خاطر برضو ان انا اجي الاقيها ساعدتني في حاجة. اجي الاقي كل حاجة زي ما هي وتقول لي اشتغلي انت. اختلفتوا مع بعض يا نور؟ نعم. اختلفتوا مع بعض وحصلت مشكلة فمنعتك من النزول عندها؟ قالت لي جت حصل مشكلة بينه وبين اخوها، كان بيكلمني وانا ربيت عليه. بتقول لي ده الرد ده مش كويس. قلت لها انا رديت عليه، هو بيقول لي ازيك، وانا قلت له الله يسلمك. ما كانش عاجبها ردي. تقول لي انت كده ما انتش كويسه. الكلمه دي اتبنت عليها مشاكل وعملت عليها حوارات، وفي الاخر قالت لجوزي لا هي تقعد لوحدها وانت وعيالك تنزل. ولما عملنا قعده وعشان ان هو يطلع ياكل معايا ويشرب معايا فوق، ابوه رد عليا وقال لي لا ده ابني وحيد وما ينفعش ان هو ياكل ويشرب معاكوا فوق واحنا بناكل لوحدنا تحت. فبينزل هو واولادك اللي هم احفادها ياكلوا ويشربوا تحت، وانت بتاكلي وتشربي فوق لوحدك. طيب وزوجك قال لك ايه لما اتكلمتي معاه؟ يعني ابوه قال كده، لكن هو زوجك صاحب الشأن قال ايه؟ انا ولد وحيد ما اقدرش على ابويا وامي. قالت لك في الاول قال لي انا ما ينفعش اخسرهم مهما كان، ده امي وابويا وهم ما عندهمش غير. ماشي يا نور، شكرا. والشيخ اسلام يرد عليكي حاجه. المشكله الازليه يا استاذه رباب ان الزوج ما بيقدرش يعمل التوازن بين علاقته، يا اما بيميل هنا يا اما بيميل هنا. بين علاقته بامه وابوه واخواته وعلاقته بزوجته واولاده. صحيح. اما انه يميل قوي ناحيه امه وابوه واخواته فيهمل الزوجه، او انه يميل قوي يمشي مع زوجته فيهمل ابوه وامه. احنا محتاجين العلاقه، لازم نفرق. انا بحب ابويا وامي واخواتي كويس جدا، بحبهم قوي ولهم مكانه من الحب. تمام. وزوجتي واولادي بحبهم كويس قوي ولهم مكانه تانية خالص، دول في حته ودول في حته. ما ينفعش اميل لامي وابويا على حساب زوجتي، وما ينفعش اميل مع زوجتي على حساب امي وابويا واخواتي. لازم اعمل توازن، وخصوصا اذا كان ولد وحيد. خصوصا اتفق ان الولد الوحيد ده مشكله ازليه، مشكله كبيره جدا. دايما الولد الوحيد امه بتغير عليه تحديدا. أيوة. ولو في اب كمان بيحس ما عندوش الا هو، فبقى كل الاعتماد وكل الضغط عليه، دايما هو بيبقى تعبان على فكره. وعندنا مشكله تانية ان الولد الوحيد ده عنده ضغوط نفسيه صعبه. صحيح. جدا. لانه هو لو سمع كلام امه شويه يقولوا ده ايه ابن امه ولو مشي ورا كلام مراته شويه هيقولوا ايه اصل هو ماشي ورا مراته، ممشياه. لكن الراجل هنا محتاج يتعلم ازاي يروح ينقل لامه كلمه طيبه حتى لو زوجته ما قالتهاش. طيب. فينقل لها كلمه طيبه على لسان زوجته عشان يصلح العلاقات. صحيح. ويألف بين القلوب. صحيح. وفي نفس الوقت اما يرجع من عند امه ما ينقلش حاجه تزعل زوجته، لا ينقل كلمه تانية من امه على لسانه هو، مش لازم تكون امه قالتها، فيصلح العلاقه بين امه وزوجته فيعمل التوازن بين الاثنين. طيب الزوج اللي سايب مراته وبياكل وبيشرب مع ابوه وامه، اولا لازم يكون بر بابوه وامه وياكل ويشرب معاهم، وفي نفس الوقت ياكل ويشرب مع مراته فيراضي مراته. صحيح. زي ما بنقول كده بالفلاحي عندنا، كل هنا نص بطن وكل هنا نص بطن. ارضي امك وابوك وارضي مراتك واولادك، وحاول مع الوقت انت اللي تصلح بينهم، ما تفرقش بين الاثنين. صحيح. مشاهدينا الكرام، احنا لسه مكملين معاكم، مكملين مع الحما، حماتي يا نور، حياتي مش عفريت حياتي. بعد الفاصل رجعين لكم مره ثانيه.
مشاهدينا الكرام ورجعنا لحضراتكم مره تانيه ومكملين مع تليفوناتكم وموضوعنا النهارده حماتي. معانا تليفون استاذ مصطفى. السلام عليكم. الو. السلام عليكم استاذ مصطفى. ممكن توطي التلفزيون وتسمعنا من التليفون لو سمحت؟ السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. والله يعني مش كل الحموات اللي انت بتتكلم عليهم يعني. الله. ايوه بقى. طبعا طبعا. ايوه بقى. عايزين نماذج ايجابيه كده. الله يخليك يا عم مصطفى. الله يرضى عليك. برحب بعم الشيخ عشان انا نسيته صراحه يعني. لا لا, لا, لا مش لا. مشكله. المهم انه يكون الموضوع يعني مبهج ومفرح. هتتكلم عن حماتك ولا عن امك؟ والله ام الله يرحمها. طيب ما حماتك هي امك برضه. هي مرات خالي في نفس الوقت يعني. طب الحمد لله. قول لنا بقى يا عم مصطفى. والله مرات خالي بتحبني وبتحب اولادي جدا يعني. الحمد لله. مفيش اي حركات كده؟ حركات كده تعملها؟ حركات يعني حموات كده تضايقك بيها؟ يعني والله يعني الحمد لله يعني. طب الحمد لله. ده انت محظوظ. غيرك تعبان قوي وبيشتكي كتير. الحمد لله. والله يا دكتوره والله. طب ورأي زوجتك كمان في والدتك الله يرحمها كان كده؟ هي كانت بتعز والدتي يمكن اكتر من امها. طب الله يرحمها ويعفو عنها يا رب. الله يرحمها. الله يرحمها. السيره الحلوه دي ويعني الله يرحمها ويعفو عنها. ونشكرك جدا يا استاذ مصطفى. حضرتك عندك سؤال تاني؟ يا ريت في سؤال. طبعا. بس اتفضل. على عم الشيخ بس. اتفضل. كان في حماتي انا هي واخوها. تمام. هي واخوها فكانوا زعلانين مع بعضهم بسبب ان هو كان ابن خالي واخد بنت خاله في نفس الوقت. تمام. فكانوا عاوزين ان هو خالي ده قابلني في فرح يعني وكان عاوز ان هو يكلمها وما بيكلموش بعض. فانا رحت للطرف الاول فالطرف الاول زعلان يعني فعاوزين ان احنا نصالحهم على بعضيهم. طيب سؤالك نعم. ايه عايز ايه تقول لي؟ انا عايز عم الشيخ بس يا ريت على صله الرحم بس ان هي عاوزه تكلم اخوها يعني فانا عاوز ان انا اصلح بينهم. حاضر. طيب الشيخ اسلام حالا هروح اوجه لهم كلمه. ما عايزين كلمه مش سؤال بقى. بس عايز اقول حاجه قبل الكلمه. الاستاذ مصطفى بيتكلم عن علاقته بحماته. ام زوجته اللي هي مرات خاله. بيتكلم كلام طيب جدا وبيحبها وبتحبه وبتعزه. هقول لحضرتك ليه. عايز اقول حاجتين. الحاجه الاولى ان خطيب البنت اللي بيبقى بعد كده زوج البنت لما بيخطبها وبيبدا يدخل البيت ويطلع من البيت مع وقت او في وقت قصير جدا يا استاذ رباب بيصبح واحد من البيت. صحيح. ولما علاقته بتبقى طيبه بحماته خلاص هو كده اصبح في مقام او في مكان ابنها لو ما عندهاش ابناء ذكور او في مكان ابنها بيضيف لاولادها الذكور ولد جديد فتعامله بالظبط كانه ابنها طالما حبها وحبته. وده بينعكس على علاقه زوجته اللي هي خطيبته بامه. فطالما العلاقه هنا طيبه العلاقة الناحية التانية هتبقى طيبة. لما صحيح. أشوف زوجي بيعامل أمي كويس وبيحب أمي وبيتودد إليها أنا كمان كست أو كزوجة غصب عني حتى لو حماتي فيها شيء من الشدة بتغاضى عن بعض الأمور عشان خاطر حب زوجي لأمي أنا كمان بحب أمه وبخدم أمه. صحيح. فالعلاقة هنا بتبقى متبادلة. مستحيل هعامل حماتي كويس ولا إمراتي بتعامل أمي وحش لانها لو عملت امي وحش او العلاقه بينهم سيئه انا على الاقل هقطع العلاقه بيني وبين امها. صحيح. فهنا الموضوع متبادل. العلاقه هنا طيبه بتبقى هنا كمان طيبه. مزبوط. مزبوط. وبنحاول احنا الاثنين نالف بين القلوب. الحاجه الثانيه في موضوع الاصلاح انا هقول لحضرتك يا استاذ مصطفى ربنا يبارك فيك وفي ميزان حسناتك وربنا يعينك لان اصلاح ذات البين من الامور اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نبهنا ليها ورغبنا فيها وقال لنا ان لها اجر عظيم جدا وخصوصا ان اذا كان اصلاح ذات البين بين الاسر اللي هو في صله الارحام. وزي ما حضرتك قلت في جزء كده من الانترو ان سيدنا النبي بيقول كده ليس الواصل بالمكافئ. يعني هتجيلي هجيلك هتزورني هزورك هتعملني كويس عاملك كويس دي كده مش صله رحم. لان انا عاملك وحش هتعاملني وحش يبقى ايه العلاقه اللي بيننا او ايه صله الرحم اللي عليها الثواب اللي بيننا. ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من اذا قطعت رحمه وصلها هو ده اللي عليه الاجر. الاقي طرف بيعاملني معامله مش كويسه اعامله انا كويس وانا بعامله كويس انا وجهتي ربنا وعايز الثواب والاجر من ربنا واتمنى ان هو يعني يستقيم معايا لكن طول ما بيعاملني وحش تاكد ان الاجر عظيم جدا من ربنا سبحانه وتعالى. وسيدنا النبي يقول لنا في الحديث القدسي اللي ذكره عن الرب العلي انا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته ومن ثبتها ثبتته
إن رحمتي سبقت غضبي. يبقى وأنا بحاول أعمل صلة الرحم دي، بحاول أصلح بينهم، أنبه دايما كده أستاذ مصطفى إن إحنا بنسعى للأجر من ربنا سبحانه وتعالى، بنسعى إن إحنا نعمل كده علشان أولادنا بعد مننا كمان يبقى فيه بينهم وبين بعض صلة، ما يكونش فيه بينهم وبين بعض قطيعة. قطيعة صحيح صحيح. طيب معانا تليفون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا مريم؟ تمام الحمد لله وشكرا لله في نعمة. تحمديه على خير دايما يا رب. اتفضلي. كان ممكن أكلم فضيلة الشيخ؟ معاكي اتفضلي. اتفضلي يا أستاذة مريم تحت أمرك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أنا بقالي سنة مقاطع حماتي نهائي خالص، مش بتكلم معاها خالص. إيه السبب يا مريم؟ نعم؟ إيه السبب؟ والله هي أنا بقالي 7 سنين متزوجة، كنت زي ما بيقولوا كده خدامة تحت رجليها. تمام. ربنا يبارك فيك كده. هي اللي قالت كل واحد يقعد لوحده بعد 6 سنين؟ 7 سنين. ايوه يعني بتقولي بقالك سنه، يعني بقالك ست، يعني من 6 سنين قعدتي تخدميها فجاه كده قالت لك كل واحد يقعد لوحده؟ اه هي قالت كده افضل ليكوا عشان العيال يعني اولادها الصبيان يعتمدوا على نفسهم وكده، لان هم كانوا بيشتغلوا يوم ويقعدوا لان حماه اللي كان بيصرف. تمام. بس بعد ما قعدت لوحدي انا كنت بنزل اعمل معاها تحته وكل حاجه، بس كنت بتفاجئ يعني طول 7 سنين كنت كانوا بيتكلموا عليا، كنت بسمع ده بودني وبسمع شتمتي وشتمت اهلي بودني، وكنت بسكت واقول مش مشكله، وجوزي كان بيقول لي معلش عدي وكده. لكن اخر مره دي اتهموني بتهمه، يعني اتهموني بالسرقه ان انا دخلت خدت حاجه من عندهم، وهي اصلا الحاجه دي كانت هي واخداها من عندي. فانا دي بتاعتك انت اصلا؟ ايوه. والحاجه دي اصلا اللي لقيتها يعني سلفتي مش انا، وهي سلفتي قالت لي دي تخصك، فقلت لها اه، وانا قلت لجوزي حصل كذا كذا ودي معايا، وقطعت الورقه اللي كانت معايا وخلص الموضوع بالنسبه لي انتهى، وهي ما تعرفش. بقيت اسمع بقى ان هم بيتبلوا عليا كتير، بقيت وانا نازله يعني يحزنوا عليا ويشتموني ويشتموا اهلي مين كده. مين هم يا مريم؟ يعني تقصدي حماتك ومين تاني؟ حماتي يا فندم واخت جوزي. اخت جوزي دي انا يعتبر انا اللي يعني انا كنت بذاكر لها، وانا اللي انا اللي كنت معاها، وانا اللي فرحها شلت الفرح، انا يعني انا كنت بعمل معاها حاجات كتير، وكنت بسمعها هي اللي بتقوم والدتها عليا كتير جدا جدا جدا. انا قطعتهم بصراحه الاثنين، يعني ما بقتش قادره ان انا اتحمل ان انا اتكلم معاهم تاني. طيب يا مريم انت حضرتك بعد ما سمعت الكلام ده وقطعتيهم، انت حاسه ان انت نفسيا مرتاحه ولا متضايقه؟ بأمانة الله احيانا بحس ان انا متضايقه، بس متضايقه عشان حقي ما جاليش، لاني انا كنت يعني لا متضايقه عشان حقك ما جاليش ما جالكيش، ولا متضايقه علشان العلاقه بينكم مش كويسه وما بتخشيش عندهم وهم ما بيطلعوش عندك وما فيش ود بينكم وبين بعض؟ احيانا بحس ان انا ببقى عايزه العلاقه ترجع تاني، واحيانا تانية اقول كويس ان هم بعدوا بشرهم، لاني انا اتأذيت كتير جدا 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 جدا. يعني مهما طيب احكي هسألك السؤال الطبيعي، موقف زوجك ايه بعد المشاكل دي والقطيعة دي؟ جوزي مش عارف يعدل الميزان شوية، يقول لي معلش وتحملي، ولما الموضوع يوصل ان احنا خلاص هنتطلق ويقول له والدي انا بحبها وهتغير عشانها وهجيب لها حقها، طيب يعني يرجع تاني يهني، ممكن يسيبني بالاسابيع ما يدينيش الا مثلا مصروف بسيط. طب انا عايز اسالك سؤال يا مريم، ايه نوع الحق اللي انت عاوزاه؟ انت عايزه جوزك يجيب لك حقك من امه يعمل ايه؟ يقول لهم على الاقل ان دي يعتبر متربيه بقى لها 7 سنين كانت بتخدمكم، ما ينفعش تتهموها كده، انا مش عايزه اقطيع بينهم. انت عايزه يدافع عنك، يعني الخلاصه انت عايزه يدافع عنك. يدافع عني مش في الموضوع دوت، في مواضيع تانية كتير. تمام. طيب ليكي سؤال معين يا مريم؟ انا كده عليا ذنب ان انا مقطعاها، وانا يعني انا نفسيا اتاذيت كتير، هم هيتعاقبوا على الاذى النفسي دوت، وهم دايما بيدوا عليا. ويعني انا حمايه رجل دين وإمام وخطيب، لكنه بيشوف إن أنا اللي غلطانة، يعني دايما شايف إن أنا اللي غلطانة، دايما بيجي عليا، دايما لما ببقى مثلا معدية وأقول سلام عليكم ممكن ما يردش أو يرد بقرف، وأحيانا يتسبب لي أنا في مشاكل برضه. طيب الشيخ إسلام هيرد عليكي حالا. بنشكرك جدا يا مريم، ربنا يا رب يمنع القطيعة اللي عندكم. هم بيقولوا يلا عشان الفاصل، فإحنا عايزين حضرتك تقول لها هي هل هي كده عليها وزر إن هي مقطعاهم بقالها سنة، وهل هم عليهم وزر الاذى النفسي اللي اذولها، لان هي بتقول لك انا اتاذيت نفسيا كتير. القطيعه عموما تهمه السرقه والحاجات دي. بصي يا استاذه رباب، القطيعه عموما بين عموم الناس الاسلام نهى عن القطيعه فوق 3.
وخيرهم الذي يبدأ بالسلام عموما. لكن أنا مع حماتي وأهلي جوزي لو الاختلاط ده هيسبب مشاكل يبقى منع الاختلاط أفضل، لكن ما يكونش بقطيع، يكون في صباح الخير صباح النور السلام عليكم وعليكم السلام. على حماية ما بيردش عليا أقول، واللي يرد يرد هياخد الأجر، اللي مش هيرد هياخد وزر، وأنا هاخد أجر السلام إن أنا بدأت بالسلام. حماها اللي بيحاول يعني يجيب الغلط عليها، أعتقد اعتقادي أو توقعي إن هو بيحاول يغلط الطرفين عشان لو قال لها لا أنت ليك حق أكيد الموضوع هيكبر معاها فبحاول أحسس كل طرف إن هو مخطئ علشان أحاول أقرب وجهات النظر أو أقرب مسافات بين الاثنين. لكن لو انا منعت نفسي من الدخول والاختلاط ما عليهاش قطيع، ما عليهاش وزر، لكن القطيعه الكامله عليها وزر طبعا زي ما قلت بين عموم الناس. نبدا بالسلام يا مريم ونحاول نلطف بينهم، ولازم تفهمي ان جوزها معذور غصب عنه ما بين امه واخته، زي ما بيقولوا امه واخته وزوجته، لكن حقها على زوجها ان هو يدافع عنها ويصونها ويحفظ كرامتها، ويبين لهم ان زوجته ما اخطاتش الاخطاء ديت اللي تخليهم يعملوها المعامله السيئه دي. صحيح، وربنا يبعد كل قطيعه ويبعد اي حد مقاطع اي حد، يتصالحوا قريب جدا. احنا داخلين على ايام مفترجه، هنطلع مع حضراتكم فاصل ولسه مكملين مع حضراتكم مره ثانيه. رجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم عن الحموات، ومكمل معانا الشيخ إسلام رضوان. والسؤال هنا، لو حماية أو حماتي فقيرة هل تجوز صدقة عليهم؟ يعني الزوج أو الزوجة يقدر يطلع صدقة على حماية أو حماته؟ إحنا دايما بنقول في موضوع إخراج الزكاة الصدقات في صنفين أو نوعين ما ينفعش أطلع لهم زكاة أو صدقة، أطلع لهم مساعدة وقف جنب منهم ولو عندهم مشكلة أديهم بعيد عن الصدقة والزكاة. الأب والأم وإن على يعني أبويا أمي جدودي محتاجين وظروفهم صعبة وعندهم مشكلة أديهم من مالي الخاص مساعدة أساعد، لكن مش صدقة ولا زكاة. الإبن وإن نزل ابني وابن ابني وأحفادي، ليه؟ لأن أنا مسؤول عن دول. أنا مسؤول عن الإنفاق عليهم لو هم محتاجين. أنت ومالك، وزي ما قلت لك قبل كده في لفظ تاني، أنت وما لك، وما لك لأبيك. صحيح. لكن أخويا أختي حماية حماتي أخت زوجتي أخو زوجتي، تمام، كل دول هم الأولى بالصدقة والزكاة. يعني تعد صدقة، صدقة وزكاة. لو أنا مطلعها زكاة مال ماشي، صدقة جارية ماشي، صدقة من الصدقات ماشي، من الصدقات، وهم أولى من غيرهم تحت البند اللي احنا دايما بنقوله كده الأقربون أولى بالمعروف. بالمعروف. صحيح. مش معقول يكون حماية فقير ومحتاج، أو حماتي فقيرة ومحتاجة، أو ست مسنة وزوجها متوفي ومريضة وبتاخد علاج وأدوية، وأروح أطلع صدقات برة وما اديش حماتي، بس ما أقولش إن دي صدقة، ما أقولش إن دي زكاة، عشان العامل النفسي يعني أراعي طبعاً. نفوس الناس. لو هقدر أجيب حاجات عينية يبقى أفضل، أقدر أوصل المال بشكل يعني ما يكونش فيه إهانة أو ما يكونش فيه تعدي نفسي عليهم يكون أفضل. بالضبط كده زي حد يبقى حارم بيته وأهل بيته اللي هم الأولى بالإنفاق ويطلع مساعدات بره. ما ينفعش يكون بيتي محتاج وأطلع مساعدة برة، لكن لازم أكفي بيتي وأهل بيتي. صحيح. وأكفي الفقراء اللي حواليا. طب أنا مش لاقي، أستطيع بقى في الوقت ده إن أنا أطلع مساعدة لجمعية أو لمؤسسة أو لمكان موثوق فيه، مثلا زي مؤسسة كريمة العلا، زي ما بنتكلم عن مؤسسة كريمة العلا دايما. أنا حماية توفى أو حماتي توفت وكان راجل بيعاملني معاملة طيبة، ولما جيت اتقدمت لبنته يعني عاملني كأني ابنه بالظبط، ويسر علي الأمور جدا وساعدني جدا. صحيح. وحماتي كانت بتعاملني على أن أنا ابنها فعلا، ولما كنت أروح لها حتى وهي ظروفهم على قدهم كانت تحاول زي ما بيقولوا كده تجيب حتة من السماء علشان أنا جاي لها. فأنا مع الوقت ربنا وسع علي وربنا اداني وهم انتقلوا إلى رحمة الله. بر بزوجتي وبر بيهم حبا لزوجتي، وبر بحماية وحماتي اللي وقفوا جنب مني وساعدوني ويعني ادوني هدية زي ما بنقول دايما كده، على قدر استطاعتي أطلع صدقة على روحهم.
اطلع صدقه بنيه ان ربنا يبارك لهم ويكرمهم. صحيح. زي ما اكرموني وانا لسه في بدايه حياتي وكنت فقير وما كانش حلتي حاجه، ربنا وسع عليا واداني، فاطلع صدقه على روح حمايا وحماتي. بنفس الموضوع الزوجه الست لما اتزوجت اتلاقت حماتها عاملتها معامله طيبه ومعامله كويسه، فدايما تحس زوجها فاكر امك أبوك. طب عايزين نعمل صدقة على روح أمك وأبوك، عايزين نعمل حاجة كده في الأيام المفترجة دي اللي احنا بنقول عليها كده. أولادهم كمان يعني ما هم الأولاد هيتعلموا بالقدوة لما يلاقوا أمهم بتقول لزوجها كده لأبوهم اعمل حاجة على روح أبوك وأمك بر بيهم وهم كده انتقلوا إلى رحمة الله. وإحنا في الأيام دي في الأيام الفاضلة اللي سيدنا النبي يقول عليها إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها فمن أصابته نفحة من نفحات ربه سعد سعادة لن يشقى بعدها أبدا. صحيح. فأتحرى في الأيام دي بقى أن أنا أكون بار بأبويا بأمي، بار بحمايا وحماتي، أن أنا أعمل عمل من الأعمال اللي فيها خير وفيها مساعدة للمحتاجين بنية أن ربنا يكرمهم وربنا يغفر لهم وربنا يرحمهم زي ما وقفوا جنبه مني وساعدوني. صحيح. وعملوني المعاملة الطيبة اللي كانوا موجودين فيها على قيد الحياة. صحيح. واللي كانوا دايما بيعتبروها برضو نوع من أنواع البر برضو لأبنائهم أو لأولادهم. إحنا في شهر شعبان، شهر كانوا بيسموه شهر القراء علشان العلماء كانوا بيتسابقوا في قراءة القرآن الكريم. وفي القرآن ربنا سبحانه وتعالى بيقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، صدق الله العظيم. تعالوا نشوف حالة لطفل جديد محتاج عملية قلب مفتوح، ربنا يقدرنا ونقدر نساعده. نشوف التقرير وحالة الطفل أحمد ونرجع لحضراتكم مرة تانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عندنا حالة مختلفة شوية، حالة أحمد عبد الغفار، الطفل اللي عنده شهرين اللي جايلنا من المنوفية واللي بيعيط على طول علشان تعبان وعنده مشكلة في القلب. حطيت نفسي مكان الأم اللي سهرانة طول الليل بابنها بيعيط ومش قادرة تعمل له حاجة لأن ما عندهاش الإمكانيات إنها تعمل له العملية. وحطيت نفسي كمان مكان الأب اللي معهوش فلوس علشان يقدر يعمل لابنه العملية، شايفه بيتألم، شايفه بيصرخ، شايفه بيعيط لكن مش قادر يعمل له حاجة. من مؤسسة كريمة العلا الخيرية أنا بدعو كل أهل الخير وإحنا داخلين على الشهر الكريم إننا نساعد أحمد عبد الغفار إنه يعمل العملية في القلب وإنه يقوم سليم معافى عشان يبقى أجمل طفل في الدنيا. تخيلوا بقى الفرحة اللي ممكن ندخلها كلنا، أنتوا كمتبرعين وإحنا كمؤسسات، على طفل زي ده وعلى أم وعلى أب وداخل علينا شهر كريم زي رمضان، فيدعو لنا إننا كنا سبب لشفائه ويقضي العيد زي كل الأطفال ما بتقضي العيد مع أهليها. مؤسسة كريمة العلا، حب، مودة، عطاء. وزي ما شفنا مع حضراتكم يعني ده مولود، يعني حاجات قبل ما نشوف التقرير كنت متخيلة أحمد أكبر من كده شوية، يعني طفل لسه ما عملش أي حاجة في أي حاجة أصلا، يعني في أطفال شوية كان سنة وسنتين لعبوا وعملوا، ده يا حبيبي مولود ما فيش أي حاجة. تقولي يا شيخ إسلام في أيام المفترجة دي للناس أصحاب القلوب الطيبة وأصحاب الخير؟ طبعا احنا اتكلمنا عن حالات الاطفال وحالات الاطفال مرضى القلب واللي محتاجين العمليات، بس ما كنتش متخيل ان احمد يعني لسه عنده شهور. وبنقول ان الطفل في السن ده يا استاذ رباب بيبقى عامل زي العود الاخضر، لو جاله شويه برد بيدبل ولو جاله شويه سخونيه بيتعب، فما بالك لما يكون عنده مشكله في القلب يكون لسه مجرد شهور ويكون بيصرخ
وبيعيط وبيتألم الألم ده، مش قادر يقول أي حاجة، مش فاهم حاجة أصلا عشان يقولها للأسف، وأسرته قاعدة قدام منه يعني مكتوفين مش قادرين يتحركوا. يعني اعتقد انهم ما يقدروش يجيبوا له روشته علاج، او ما يقدروش يودوا له دكتور كويس يكشفوا عليه، ولو كشفوا عليه وتلاقوا المشكله دي مش هيقدروا يعالجوها. وزي ما سمعنا في التقرير كده ان احنا في الايام الفاضله وفي ايام الخير وفي ايام العطاء، والايام دي اللي سيدنا النبي لما سئل فيها عن سبب الصيام، كثره الصيام في شعبان، قال عليه الصلاه والسلام: شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فأنا بيحضرني دلوقتي حاجة النهاردة، وإحنا في الشهر الأخير من السنة العبادية، شهر شعبان ده صحيح. آخر شهر في السنة من العبادة، ونبدأ واحد رمضان سنة جديدة من الطاعة والعبادة. فتخيل حضرتك كده أنت بتختم السنة العبادية، وهيبقى في حساب ختامي والأعمال هترفع بتاعة السنة، فبتلحق نفسك في آخر لحظة ويتكتب كده في الصحيفة إن أعمال السنة دي أنا قدر استطاعتي شاركت في إحياء نفس، قدر استطاعتي شاركت في علاج طفل صغير لأسرة فقيرة في عملية من عمليات القلب المفتوح. فتخيل أنت عملته طول السنة حاجة، والعمل ده لوحده مش صغير، العمل ده كبير جدا. صحيح طبعا. قفلت الحساب تقفيله صح، تقفيله مظبوطه، قفلت الحساب التقفيله اللي تقل الميزان، قفلت الحساب بالشكل اللي لما تيجي كده في ساحه العرض والحساب قدام ربنا وقدام الخلائق كده تلاقي عمل كده تتباهى بيها. في السنه دي انا قفلت السنه دي بعمل كبير جدا يتقل الميزان وينجيني في الدنيا وينجيني بين يدي الله سبحانه وتعالى. لذلك بقول دايما يا استاذ رباب في الحالات دي تحديدا، انا عارف ان في ناس كتير جدا بيسمعونا اهل خير في مصر وبره مصر وفي اماكن كتير جدا، وعارف ان في ناس كتير من اللي بيسمعونا ممكن حضرتك او حضرتك اتصال واحد دلوقتي على مؤسسة كريمة العلا نقول احنا متكفلين بالحالة دي، حالة او أحمد. انا وممكن حاجة تانية، انا ما اقدرش الواحد ان انا اتكفل بالحالة، بس عندي 2-3-4-10 من اصدقائي صحيح. ايوه والدلوا على الخير كفاعلة صحيح. من اصدقائي واهل الخير اللي انا اعرفهم ممكن دلوقتي بالتليفون: يا جماعة ايه رأيكم احنا الاربعة احنا الخمسة احنا المجموعة بتاعتنا دي نتكفل بالطفل ده صحيح. مع مؤسسة كريمة العلا علشان ده يكون في موازين حسناتنا، عمل طيب وعمل خير في ايام خير. وتأكد ان الحساب هيكون حساب تقيل جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. صحيح. ويضاعف الله لمن يشاء، الأضعاف في الأيام دي أقوى وأحلى وأهم بكتير من أي أيام تانية على مدار السنة. لما بيكون في حد ربنا سبحانه وتعالى مقدره وقادر يساعد الفقير أو المريض، فكل دقيقة بيصرفها من وقته وكل جنيه بيصرفه من جيبه أو من فلوسه أو من ماله، وكل كلمة بتطلع منه من لسانه هو بيسأل عن طريقة المساعدة، لازم يتأكد أن ربنا سبحانه وتعالى هيجزيه عنها خير. دلوقتي هنشوف مع حضراتكم تقرير عن بيوت أهالينا في مكان جديد في محافظة الفيوم، بيوت من غير سقف ومكان جديد وخير جديد وبركة جديدة مع مؤسسة كريمة العلا، ونطلع بعد كده الفاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية. ناس كتير بتحب فصل الشتاء والمطر واللمة في البيت، كل حاجة جميلة في الشتاء بالنسبة لنا، لكن في ناس بيكون ده صعب بالنسبة لهم. أهالينا اللي عايشين في بيوت من غير سقف يحميهم ويحمي أطفالهم من البرد والمطر نسيوا إحساس الدفا، والدنيا بتبقى بايظة خالص معانا هنا، كل شتاء بنتبهدل، وزي ما انتوا شايفين على الطبيعة الأرض بايظة والحيطان وكل حاجة والله تعبانة، وجازي بيبقى شغال أرزاق يوم فيه وعشرة ما فيش. مؤسسة كريمة العلا الخيرية موجودين علشان نساعدهم بمساعدة بسيطة منكم، ويبقوا في بيت آمن مطمنين على نفسهم وعلى أولادهم. أنا محتاجة لو تعملوا لنا أهم حاجة حتى سقف البيت والأرضية بتاعت البيت هنا، نبقى قاعدين في الصيف نلاقي تعبين تدخل علينا وكل حاجة، بصراحة يعني الواحد تعبان على الآخر. الأرضية حيطان يعني انتوا شايفين مفيش بيبان على الأوض، مفيش كهرباء، عاملين سلوك النظرة لما
تنزل علينا والله بنطفي الكهرباء خالص، وعلى طول بيبقى الجو ساقع. قاعدين اهو معايا اطفال بيعيطوا بالليل جامد من كتر البرد. انت تقدر تساعد بصدقه جاريه تؤجر عليها في حياتك وبعد انقطاع عملك من الدنيا، وقد تكون سببا في نجاتك يوم القيامه. شكرا لمؤسسه كريمه العلا. مؤسسه كريمه العلا الخيريه، حب موده عطاء. زي ما شفنا مع حضراتكم ومعك يا شيخ اسلام قد ايه بيوت وناس كتير على فكره اللي لسه محتاجين السقف ومحتاجين الدفى والامان، يعني خير والامان اكتر من دفى. لما بيقول لك في الصيف حتى في الصيف تقول لك بيخش علينا عقارب وتعابين. مش هقول محتاجين السقف قد ما اقول محتاجين الستر. صحيح، محتاجين ان احنا جميعا. بالظبط كده، محتاجين ان احنا نساعد الاسر دي ان ربنا يسترهم، يسترهم من حر الصيف ومن برد الشتاء، يسترهم في بيوتهم، يسترهم في المكان اللي نايمين فيه. صحيح. يسترهم بقى على حسب، محتاجين ابواب شبابيك، محتاجين اسقف، محتاجين وصله ميه، اي نوع من الانواع. كل ده ستر. صحيح. بالظبط، ده كله ستر. واحنا ربنا سترنا قوي 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 يعني الحمد لله. فاحنا يعني هنبص لها بشكل تاني يا استاذه رباب. لو انت محتاج ربنا يسترك، يسترك في الدنيا، يسترك في صحتك، في مالك، في أولادك، يسترك بين الناس، يسترك في يوم القيامة في ساحة العرض والحساب على الله بين الخلائق، أستر عشان تستر. صحيح. أستر الناس وساعد على ستر الناس عشان ربنا يسترك، يسترك. صحيح. في الدنيا ويسترك في الآخرة. وزي ما بقول دايما حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. صحيح. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. يبقى يسر على الناس، وستر الناس، وساعد في جبر خواطر الناس ان هم يشعروا ان هم في مكان امن. في مكان يعني احس ان انا عندي باب بيتقفل عليا وسقف، بس لو سقف خشب يحميني من حراره الصيف ويحميني من برد الشتاء. ولما استر الناس ربنا سبحانه وتعالى. صحيح. زي ما بيقول دايما الجزاء من جنس العمل، وهل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ الا الاحسان. وزي ما حضرتك قلت جبر الخواطر، من صار بين الناس جابرا للخواطر أدركه الله في جوف المخاطر. الكلام للراجل والست، حماتك وحماتك هم أبوك وأمك. الاحترام عمره ما كان معناه أنك ضعيف، ولا كان معناه أنك مش قادر ترد. الاحترام معناه أنك متربي وعلى دين. اوعوا تتكلموا عنهم بشكل سيء. ربوا ولادكم على احترام جدهم وجدتهم، وانتوا كمان احترموهم عشان هم يشوفوا ده، وعلى كسب رضاهم. ازرعوا الرضا والسعادة في قلوبهم، هتطرحوهم في قلوب ولادكم. وقت ما يجي لك الفرصة انك تقدم لهم هدية اعمل كده. سيدنا النبي قال تهادوا تحبوا، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. افتكروا دايما ان هم اللي ربوا جوزك او مراتك يعني، وهم اللي ربوا اولادكم بعد كده. وافتكروا دايما المثل اللي بيقول حبيب حبيبي حبيبي. احترموا مشاعرهم وسنهم الكبير وخبرتهم في الحياة، واعملوا الخير واوعوا تنسوا الصدقة. الصدقة بركة والبركة خير، والخير دايما بيسيب جمال ومحبة في نفوس الناس. اعملوا الخير وارموه في قلوبكم، اوعوا ترموه في البحر. اشوفكم على خير بكرة ان شاء الله من 4 لـ5 على شاشة 10، ودايما فينا وفيكم الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.